السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع محاضرة Office 365 التي طلبها الجميع. الآن سنتعرف على هذه الحزمة، حيث يمكننا الحصول عليها مجانا سواء للمعلمين أو الطلاب. نظرة بسيطة عليها، يمكنني استخدام OneNote كدفتر ملاحظات، وقد تم شرح هذا البرنامج في محاضرة منفصلة، فلن نعيد إنتاج العجلة مرة أخرى. كذلك المشاركة بطرق جديدة، يمكن إنشاء دروس تفاعلية باستخدام سوي، وقد خصصنا له أيضا محاضرة سابقة. كذلك هناك إضافة جديدة، OneNote كلاس بوك، يعني هي عبارة عن إضافة يمكن من خلالها تخصيص مساحة لكل طالب. أيضا يمكنني التعاون بلا حدود من خلال الأوفيس أونلاين، إكسل، وورد، باوربوينت، ون نوت، وقد شرحنا ذلك في محاضرة منفصلة. بعض الأسئلة الهامة في أوفيس 365 هو طبعا عبارة عن برنامج يشمل 1 تيرا بايت لكل مستخدم، وهذه هي الإضافة الجديدة. كذلك يامر، وهو عبارة عن برنامج للتواصل بين أعضاء المؤسسة. كذلك شيربوينت تسمح بتثبيت التطبيقات أيضا إلى 5 أجهزة شخصية سواء على ويندوز أو ماك. المتطلبات الأهلية هي أن تكون فوق السن القانوني، وكذلك تكون هناك مؤسسة أو مدرسة تعمل فيها، وكذلك بريد شخصي، كذلك الإنترنت. يمكننا الحصول عليه كما سنتعلم بعد قليل. ما دمت تعمل على هذا البرنامج أو هذه الحزمة، فستظل الحزمة متوفرة. كم تستغرق عملية الموافقة على هذه المؤسسة؟ أحيانا تتأخر ولكن نادرا، وغالبا ما يتم الموافقة عليها بسرعة. كذلك يمكنك إبلاغ الطلاب والمعلمين بكيفية الاستفادة من هذه الحسابات بأي طريقة تفضلها. هذا الحساب أو حساب ون درايف الذي تقوم أنت بإنشائه، يمكنك تغيير الأذونات وإتاحة الفرصة أو تعيين أحد الأشخاص ببعض المهام. هذه هي الأسئلة البسيطة التي نود أن تعرفوها قبل أن ننطلق في تفعيل واستخدام أوفيس 365. مقارنة الخطط، هناك طبعا Education اللي هو خاص بالتعليم مجانا، كذلك الـ E5 هذا له مقابل مادي على حسب كل دولة أو كل بلد، يظهر هنا بالعملة الخاصة بك. هنا غير محدود التثبيت، هنا الإضافة التي لها مقابل مادي تظهر هنا، تفيد باستخدام البرنامج الذي يقوم بالتثبيت أي تقوم بتثبيته على جهازك الخاص إلى عدد ما يصل إلى 5 أجهزة كمبيوتر شخصية سواء ويندوز أو ماك، بي سي أو ماك. أيضا تتوفر بعض المهام الإضافية هنا، كذلك تثبيتها على الأجهزة اللوحية والهواتف، كذلك بعض الخيارات الخاصة بالحماية والأداء والتحليلات. كل هذا له مقابل مادي بسيط جدا، ولكن الخدمة في حد ذاتها جيدة.